وصلنا في مساحتنا الطبية، فقرتنا الطبية لليوم رح نحكي عن موضوع كتير بهم الناس، شيء اسمه التواليل، وهي من نوع المشاكل الجلدية يلي بتأثر بشكل سلبي على المظهر الجمالي للجلد، خاصة إذا ظهرت بمنطقة الوجه. شو هي أسبابها وشو هي يمكن سبب الحدوث هي التواليل وأفضل الطرق لحتى نعالجها؟ لحتى نحكي بهذا الموضوع بدنا نرحب بالدكتور هايك سيرفيان، أخصائي جلدية. أهلا وسهلا فيك أهلا دكتور، وسهلا سعد يا ميت، أنا صباحك. سعد صباحكم أهلا يا ميت. وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا أول وسهلا. شيء خلينا نحكي شو التقليل، هل كل نتوء جلدي هو تقليل أم بيكون ممكن يكون حالة جلدية أو مرضية تانية؟ التقليل هو أحد الأمراض الجلدية، يعني ما كل حالة ناتجة عن الجلد هي تألوف. في أحيانا بتصير بعض التشابه بالنسبة للعوام، يعني حدا ممكن أي شغلة تطلع على جلده يسميها تألوف. طبعا تشخيصيا عنا بالأمراض الجلدي كل شغلة إلى صنفها وإلى أسبابها وإلى تشخيصها، ممكن يكون بعيد تماما عن كلمة تالول. تالول هو اللغة العامية الشائعة على شغلة كنا نشوفها بتطلع على الإيدين، حتى كانوا أيام زمان يقول لك بعد نجوم بعد النجوم. بيطلع له التواليل. الحقيقة لها أشكال كتير، المنشأ تبعها بالغالب فيروسي، لكن لحد اليوم ما بيعرفوا كيف، يعني ليش اليوم التواليل بتصيب فلان ما بتصيب علتان، بتصيب فرد ما بتصيب الثاني. حتى استعداد الإصابة تبعها هو استعداد، يعني بيختلف من شخص لشخص. ممكن شخص بيحتك مع شخص بإيده تواليل أو بوجهه تواليل ما بصيبه عدوى، وشخص تاني بصيبه عدوى سريعة يتهم فيها عدوى. الفيروسات. إيه، لأنه أحيانا في منشأ فيروسي لها، فأحيانا بتصير العدوى، يعني عدوى الاحتكاك اليوم مع تماس شديد مثلا مع أطفال بين بعض على السقاليل بسموها المسطحة اللي بتظهر على الوجه، السقاليل الأخماصية اللي هي بسموها باللغة العامية البسمار. تمام، هلا هي لبس الاحذيه المتناقل، او مثلا شحاط بالبيت بيلبسوه اكثر من حدا. تمام، او مثلا بالاماكن العامه اللي بيعطوهم فيها مثلا شحاط بالمسبح او الى اخره، هذول بالنهايه ممكن تنقل احيانا بعض العدوى بهيك موضوع. والعدوى غالبا ذاتيه اكثر منها غيريه، يعني المريض اللي عنده التالول بتلاقيه مثلا ظهر تالول واحد بعد فتره صار ينتشر بايده، ظهر بوجهه نقطه صار ينتشر بوجهه نفسه. والعدوى الغيرية اليوم هي العدوى اللي خلينا نعتبرها اللي لها علاقة بالاستعداد للإصابة. نعم دكتور، عم نشوف على الشاشة أنواع من التواليل، منها الكبيرة ومنها الصغيرة، منها بجهة الرقبة ومنها بجهة الوجه أيضا. تمام، خلينا نحكي وين أكثر المناطق بالجسم خطورة وبأي عمر ممكن تبلش تظهر التواليل؟ هلا السقاليل والخطورة هي شيء قليل، أوكي، ما في يمكن عنا، احنا بس دائما بنعرف انه هي التالولة هي معناتها رح تصير سرطان لازم الواحد لا يشيلها، هيك كتير متعارف لا عليها. فقط السقاليل التناسلية اليوم ممكن تكون عندها حالة إذا أهملت تنتشر بشكل كتير كبير، ممكن تأثر على الحمل، ممكن تأثر على موضوع السرطانات اللي ممكن تتشكل بعنق الرحم أو ببعض الحالات. بس طبعا هي نمطة الفيروسي اللي عم بيشكلها هو نمط خاص فيها، وهي من الحالات القابلة للتحول، لكن ما عاد سمعنا عن حدا تحولت عنده، لأنه ما حدا راح يهمل حاله بهيك منطقة، يعني خاصة عند الست إنه تنتشر من عندها لدرجة إنه تأثر على موضوع حملة أو على مظهرة أو إلى آخره. بنشوف نحن بالمراجع الطبية أو بالأطالس مثلا صورة ممكن تكون أوفر، بس يعني ما حدا بيهمل حاله لهالمرحلة إلا إذا كان عايش بلاد الواقواق، يعني ما مين بده يوصل لهالمرحلة. فصارت الاحتماليات ضعيفة، يعني كانت تبقى الاحتمالية موجودة علميا لكن ضعيفة. مثل وقت نسمع كلمة جدري، ممكن يكون هذا الجدري قاتل للإنسان، لكن دوري عليه اليوم في لقاحات لغته عالميا مثلا. نفس الشيء اليوم بالنسبة للتواليل، نادرا نوصل لموضوع السرطانات إذا كان بموضوع فقط السقاليل التناسلية. بقية التواليل ما بتسبب سرطان، ما في شيء اسمه تالول بيعمل سرطان، يعني في بدنا نعرف الميزة هي. لا بس ممكن يكون مزعج بالشكل، ممكن يكون مؤلم إذا كان أخمصي، ممكن يكون محرج اجتماعيا باليدين بالوجه، ممكن أحيانا تموضع بعض النقاط. مثلا الناس مثلا ست بتطلع عندها بنص ظهرها أو بمنطقة الستيان مثلا احتكاك مستمر ممكن يعمل لها التهابات متكررة، يعني تموضع أحيانا قد يكون مزعج أكثر ما هو مميت هي الحقيقة. يعني حكينا يمكن عن تموضع وحكينا عن الأسباب، مو دائما هو معروف، لكن خلينا نحكي عن العلاج. إلى شو هي العلاجات المتوفرة حاليا لإله؟
هلا العلاجات، هلا لا نحكي شغلة صغيرة بس من باب التنويه، في عنا عادي دايما نحن بس واحد طلع له تالو لي بنربطها بخيط هاي راح، او هي بنربطها طبيعية، بنربطها، لا نحن بايدنا بنربطها بخيط بنصلي عليها وبنحط لها حبة رز ونجيب لها تين، هذا حليب التين وأشكال كتير. هلا ما فينا يرفضهم لأنه اليوم آمن بالحجر تبرأ، يعني اليوم الإيمان بهيك قصص بيعطي نتيجة، وإذا كان الإيمان بوصل المريض لحل فأنا معه. يعني بالنهاية نحن مع النتائج وليس مع الطرق، ما فيني أقعد أحكي بطريقة والنتيجة موجودة، فهدول موجودين، يعني نحكي الموجود بس بدي بحاجة إيمان المريض فيهم، ولو يمكن هذا الإيمان إجا لدكتوره كان طاب أسرع كمان. بس نحن بنحب الشكل الأسطوري للقصة، يعني نحب الماورائيات دائما. الطرق العلاج القديمة كانوا يحطوا على التالول أسيد وما أسيد وإلى آخره، لغاية اليوم في بعض المستحضرات تحتوي الأسيد ساليسيليك أسيد، هدول مستحضرات أسيدية بتعمل توسيف بسموها أو تجفيف لإلها، وبتكويها كوي بشكل كيميائي خلينا نعتبره، وهذا ممكن تشتغل معنا ببعض السقاليل الصغيرة مثلا، ممكن تقليل الأخمصية بالذات لأنه جلد الأخمص القدمين في شيء من السماكي، يعني لأنه هاي المواد إذا أجت على الجلد السليم تهريه، فبتشتغل هون بس بتشتغل بشكل مؤقت، بتلاقي بيقول لك إنه أنا حطيت على البسمار أبع على البسمار بس بعد فترة رجع. هاي من الشغلات القديمة. بدنا نكون حذرين من المدعين الطب، هاي خلطة كذا، هاي وصفة من مدري وين، هاي الأمور أحيانا ممكن تكون نتائجها سيئة كتير، وأحيانا بكون في تقدير سيء للتالول، ممكن تكون ولو حكيناها بلغة عامية يعني ممكن تكون شامي، يعني شايفة هي شوي فاتحة فكرها تالولي، بيجي بيحطوا لها هيك مواد بعد فترة ممكن تتحول. وصاف شفت عندي كذا حالي بلشت بشامات صغيرة بطب عربي معين، حطوا لها دواء تنخرت، تنخر الجلد، انتهت بسرطانات. عندي 3 حالات مثبتة سابقا، وحدة منهم توفيت الله يرحمها، يعني طبعا هاي القصة قديمة عمرها 14 سنة بس ما بنساها لأنه كانت فتحة بوجهها هالقد، يعني كانت كتير الإصابة كبيرة، وأحيانا النتائج تبع هيك معالجات يعني تدبيرها أسوأ وصعب أكثر بكثير من معالجة التالو. وجود السقاليل تمام. هلا العلاجات تبع السقاليل الاكثر شيوعا هو النيتروجين او التبريد، الكي بالتبريد، بيسعقوها اليوم بدرجه حراره 196 تحت الصفر. هل عمليه التبريد الشديد هاد الى طبعا شروط تطبيق خاصه، بده يكون طبيب كثير عنده ممارسه، يعني ما بيكفي انه نحطها، هي الى طريقه تطبيق وزمن تطبيق لحتى توصل انه تجمدها كلها، ومبدأ بيشكل فقاعة تحتها، وهي الفقاعة هي اللي بتقبعها كلها وبتروحها وبتقضي عليها، يعني بتدمر الجدر الخلوية بالمنطقة نتيجة الصعق بالتبريد. فعالي كتير كتير، إلى استطبابات ما زالت فعالة كتير ببعض المناطق، يعتبر هي أفضل شيء. بمناطق تانية ممكن تكون راضة، يعني حسب الحالة الحقيقة، يعني طبعا. مثلا إذا كان جلد القدم مثلا كتير سميك وعملناها الفقاعة اللي بتتشكل تحتها بتنحصر بتسبب ألم أكثر من التالون نفسه. تترك الندوب؟ الندبات يعني بتترك في بعض الحالات. هلا الحقيقة التواليل إذا كانت كتير قاعدتها عميقة فإحنا ما عندنا مهرب من الندبة. كيف نتجنب الندبة؟ هذا طبعا عم نحكي بشكل عام، تجنبها إذا كانت قاعدتها عميقة مستحيل، بس بيكون الندبة بسيطة، وأحيانا الندبة آنية، يعني بتكوني أنت اليوم عامل الإجراء فالندبة بيبين أول 2 3 شهر، لكن مع الوقت يا دوب تبين. الاستئصالات الجائرة ممكن تتبقى ندبات، يعني إذا كنا لحنا عم نشيلها بطريقة جرنا عليها شوي زيادة ممكن تترك ندبات. أحيانا الجلد نفسه بيترك ندبات لأنه هي كل الإجراءات تعتمد على الكي، سواء بارد سواء بالنيتروجين ولا بالكي بالأداة بجهاز الكي الكوتري بسموه، شو اسمه، جلد عنده قابلية إنه يترك ندبة، يعني في ناس جلدهم بيندب، هذا كمان موضوع بيأثر على الندبات. ما موضوع الندبات موضوع شخصي بس قليل، يعني ما كتير، ما عم شوف حالات كتير فعم تترك ندبة. يعني الاستئصالات الجراحية صارت قليلة طبعا، كتير ناس بالكي هو بيلجأوا للكي، بيلجأوا للكي سواء على البارد أو بالكوتري اللي هو سواء كوتري العادي الحراري أو الار اف الليزر. هلا داخل على الخط بقوي من زمان، ما من هلا في كذا نوع ليزر بيأثر عليا، ان كان الفراكشنال ليزر اليوم طبعا في له قبضه خاصه فيها بتكويه لانه هي بتشتغل بنظام الكات بنظام القطع، انظمه مثلا الاندياج ليزر، الكوبر برومايد ليزر، في اكثر من تقنيه ليزر ممكن تشتغل. وفي شغله صغيره هي غريبه، يعني هي طلعت ما كثير انتشرت، هي المعالجه بالموجه المستمره بسموه جهاز موجه تسلا، اللي هي طبعا اجهزتها ما كثير انطرحت بالسوق، انه بيعرضوا التالول لشيء اسمه تيار مستمر.
تيار كهربائي مثل قال البطاريه، بس بباور معين بجول معين بيعرضوها، اذا تيار مستمر بتكرار التعرض لها هي بتدوب وبتختفي لحالها من تلقاء نفسها بدون لا كي ولا شيء، يعني كهربتها نفسها بشكل غير مزعج للمريض. ما كثير انتشرت هاي الالات، ولا كل الدول عطت موافقات على هذا النمط تستخدم. العلاجي، لكن في دراسات كثير كبيره عليها، يعني ما بعرف ليش ما انتشرت، يمكن لانه جهازها صغير وحقه رخيص وشالته تافهه، يمكن ما بتعبي العين وفعاليته يمكن كتير كبيرة. دكتور، بما أنه دهمنا الوقت، استفسار أخير عن تواليل عند الأولاد الصغار، في إلى سبب للمنشأ؟ رجعنا لموضوع الفيروس. هلا ما زال مجهول ليش هالفيروس بصيب فلان وبصيب التان، بس عند الأولاد يعني بتلاقي عند الأطفال أكثر شيوعا من رأيي هو موضوع السأليل المسطحة اللي بتظهر على الوجه، اللي بتبين هيك مثل ارتفاعات صغيرة كتير ونقطية عادة. طبيا وقت درسنا بيقولوا لك خلال سنة سنتين بتتراجع لحالها، ما شفت ولا حالة تراجعت لحالها. أي بيرجعوا طيب إذا عالجناها أو شلناها؟ لا، أي علاج بالسأليل ما بيرجع، بس في ملاحظة، أغلب الناس بيقولوا لك انتكس عندي الإصابة هن ناس عجولين شوي. سأليل بدها متابعة، يعني أنا كويتهم اليوم، أنا عندي متابعتهم على 3 أشهر، لأنه اليوم هذا السلول له فترات حضانة، يعني أنا فيني أكوي اليوم شيء شايفه، لكن ما فيني أقرب على اللي ما شايفه. نعم. كيف بدي أكوي محله؟ نكوي مثلا خلصنا هاي المنطقة سواء بغض النظر عن الطريقة، بعد فترة بتظهر بمنطقة تانية أو بنفس النقطة بقول لك نكتكست، لا هي موجودة بفترة حضانتها. فالمتابعات بتكون خلال 3 أشهر مع المعالجة. عند الأطفال بدهم معالجة وبدهم متابعة، بدون معالجة ما بيمشي الحال. يعني المتابعة بالكو، لأنه الطفل ما دائما فينا نعمل له كي، أحيانا كتير بنلجأ لمعالجات محافظة طويلة المدى، فكتير معالجتها بدها طول نفس، بدها طول بال. تماما. شكرا كثير لك دكتور، يعني وصلنا لختام مساحتنا الطبيه وصباحنا غير كمان. نتشكرك كثير لكل المعلومات القيمه اللي قدمتها. اهلا وسهلا دكتور هايك سيربيان، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا.